السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. فالنهار إن شاء الله نتحدثوا على واحد الموضوع في الحقيقة اللي كاع لاحظت في لي كومونتير كيجيني بزاف، كيقولوا لنا علموا، باغيين الناس يتعلموا الأنواع ديال السلالات ديال الرومي. في الحقيقة إلا بغينا نلخصوا هاد هاد السلالات في الحقيقة ديال الرومي اللي كاينين في المغرب، يعني غادي نلخصهم لك نلخصهم لكم في هاد المجموعه ديال الارانب الصغار. في الحقيقه هادو عندهم في العمر ديالهم شهرين تقريبا، غادي نلخصهم في 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 هاد السلالات في اربعه ديال 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 السلالات، وغادي نوريكم يعني كل واحد يعني الشكل ديالو. لاحظوا ان هذا الكحل، هذا انتم راه باين هذا كيكون بابيون، هذا بابيون. علاش؟ لان المنظر ديال الفم ديالو والزواقه اللي كاينه في القدام ديالو، انتم كما كتشوفوا في الوجه ديالو، هي عباره عن فراشه، هي هنايا بحال مرسومه له فراشه، عليها كيقولوا له بابيون. بابيون بالفرنسيه يعني بالعربيه هي الفراشه. اذا كاين واحد الشكل اخر كيكون غير في عينيه مكحل، هذا كيقولوا مكحل، ولكن ما كاينش هاد الزواقه هذه، وما كيكونش عنده هنايا في الظهر ديالو هاد الزواقه. كاين هاد الشكل هذا بابيون، وكاين حتى هذا هو اللي ديما كنوري لكم، هذا عزيز عليا الذكير، هذا حتى هو هانتوما هو عنده الزواقه ديال الفراشه القدام، وخط كاين اللور، كاين اللي خط بحال هاد الشكل هذا، وكاين بحال هاد الصغير هذا هانتوما، هذا كيكون بحال اللي مبربش بزاف شويه من اللور، هانتوما عنده التبربيش بزاف. النوع الاخر وهو شانشيلا. شانشيلا هانتوما كما كتشوفوا هذه شانشيلا، هذا راه هو كيطلع لي هذا هنا، هذا راه شانشيلا، يعني الشكل ديالو هانتوما معروف، اللون ديالو كيكون ثلاثه الالوان. كاين هذا اللون هذا بحال اللي نقولوا بني، وكاين هذا اللون غري، انتم كما كتشوفوا غري هكا، وكاين واحد اللون اللي هو اسود بحال هاد النسوه اللي كاين هنا، المهم انه سوداء، سوداء بالكامل. غير الاشاره، كاين هاد البابيون، راه هاد الزواقه هذه ممكن انكم تلقاوها في الكحل، وممكن كان انكم تلقاوها في الصفر، وتلقاوها في الغري. الغري بحال هاد الشكل هذا، هاد اللون هذا هو مبربش، هاد البابيون كيكون مبربش باللون الغري، يعني هذا فيه عفوا اسمحوا لي. الحمد لله. كاين اللون الاسود هانتوما، وكاين اللون الكري، وكاين اللون الاصفر. عاوتاني هاد الشانشيلا، كاين هاد اللون هذا، هو هذا ما البني، حنا نقولوا بني قهوي، وكاين شانشيلا كري بحال هذا كما قلنا، وكاين شانشيلا اسود، اسود بالكامل. هاد النتوه اللي عندي هنايا واحد الام راها سوداء، حتى هي كتعتبر شانشيلا. كاين ماركه اخرى اللي هي نيوزيلندي، نيوزيلندي هي خارجه لي هاد الحبه، حنا نقولوا هادي ها هي، هادي بيضاء للغايه، كتكون بيضاء، وكتكون الاعين ديالها ها انتم حمر اللون احمر انتم، وكتكون البيضاء بالكامل انتم، بالكامل كتكون بيضاء. وحضيو باللي راه كاين واحد النوع بلدي حتى هو كيكون في اللون الابيض، ولكن ما كيكونش الحجم ديالو كبير، كيكون باين، يعني الحجم ديالو كيكون في البلدي كيكون كيشبه له، ولكن هو متوسط. اما الالوان ما كيكونش فيه الالوان، هو كيكون ابيض. النيوزيلندي هو لون ابيض، عقلوا معايا، واللون ديال العينين ديالو احمر. كاين اللون عاوتاني سلاله اخرى وهي الكاليفورني، كاليفورني وهي هاد الجوج، كاين هذا وكاين هذا، هادو راه ماشي هما هاد النيوزيلندي. هاد النيوزيلندي لاحظوا ان الاذنين ديالو والانف ديالو بويض، كله بيض بالكامل. اما بحال هاد الشكل هذا، هذا الكاليفورني، هذه الكاليفورني، شوفوا هنايا الاذنين ديالو هما كحل، الديل ديالو حتى هو كيكون كحل، انتم راه محدو هو كيكبر وكيبدا اللون ديالو ديال الديل ديالو كيبدا يتبدل، والانف ديالو انتما كما كتشوفوا معايا، انتما الانف ديالو ها هو اسود، يعني الطرف ديال الاذنين اسود، والديل ديالو اسود، والانف ديالو اسود، هو مائل للنيوزيلندي، حتى هو عينيه حمر، ولكن انتما كما كتشوفوا
كاين بعض النقط سوداء يعني الكاليفورني بحاله بحال نيوزيلندي في البيوضه وابيض وعينيه حمر، ولكن كيمتاز بهاد الاذنين، هانتوما الاذنين والانف والذيل، هادو كيكونوا في الاسود، وما حدو هو كيكبر وهادوك السواد كيتزاد. هانتوما راه كيبانوا اسود هادو شهرين عمر شهرين، ولكن ما حدو هو كيتزاد، وهادوك السواد كيبقى يتزاد. هانتوما كما كتشوف، اذا هادو في العمر ديال شهرين راني كنعطيهم دابا، كنحاول ما كنكثرش عليهم باش ما يتصابوش بالكوكسيديا او الانتفاخات، يعني كنحاول نعطيهم مثلا هادو تبارك الله دابا كاينين خمسة، ممكن انني نعطيهم طاس واحد ديال ياغورت يعني مملوء بالسيكاليم، وواحد شويه ديال الخبز كما هكا. بالنسبه للسيكاليم يعني طاس بنهار، هانتوما راه كملوه، يعني كتعطيهم هنا واحد طاس ديال ياغورت كان عامر هنايا، كملوه. عاوتاني في العشيه ممكن انني نعطيهم طاس اخر. هي الميزان ديالهم ممكن انكم تعطيوه يعني نص، نقولوا ربع طاس في الوجبه، يعني بحال دابا هذا ممكن ياكل نص طاس في النهار كامل، ولكن انايا كنخلط لهم شويه ديال الخبز، ها هو خبز مدقوق عليه، كنعطيهم غير جوج طيسان في اليوم باكمله، كنخلط لهم شويه ديال الخبز مدقوق. هانتوما هما العلافات اللي كنت درتهم معكم، هانتوما الا بغيتو تشوفوهم علافات، هما ان شاء الله غادي نولي ندير معكم عاوتاني شي دروس بالنسبه للصغار ان شاء الله. انتما كما كتشوفوا معايا هادو في العمر ديالهم راهم عندهم شهرين دابا، شهرين. انتما كنظن انني وصلت لكم كاع السلالات، الا بغيتوا تعاودوا الفيديو ولا نعاودوا بعجاله. هذا الشارشيلا في البني، هذا بابيون، ها هو اللي مبربش بالاسود، هذا اللي ودنيه والديل ديالو والانف ديالو فيهم السواد، عبارة عن كاليفورني، وهذا اللي أبيض بالكامل هذا كيتسمى نيوزيلندي. يعني هادو هما تقريبا السلالات اللي كنخدمو بهم في الرومي. بالنسبة للكروازي ولا نقولو شي سلالات أخرين، هادوك كيكون بحال مهجنين، كاين بعض الخطرات كتلقى شي واحد غير عينيه اللي كحل، هادوك في الحقيقة قليل الناس ما كيبغوش يتعاملوا به بزاف، هذا كيقولوا المكحل. كاين واحد النوع نادر هو عندي انايا، هو هذا حتى هو بحال البابيون، غير هو ما مكملش الزواقه، هو فيه واحد الخط اللور، هادو واحد الام عندي جوج منها، هذا سميتو بابيون فرنسي، هو بابيون فرنسي، هو ماشي بحال البابيون اللي مبربش بزاف، وانما هذا بابيون امريكي، اما هذا البابيون هذا فرنسي، هذا بابيون فرنسي. وهادو هما السلالات اللي كنصحكم يعني كتخدموا بهم. تبارك الله هذه خلفها فيها السلالات اللي مطلوبين، يعني ما فيهاش المكحل وما فيهاش نيوزيلندي بزاف، فيهم بابيون، فيه الكاليفورني، وفيه شارشيلا. يعني دعوا معايا ان هاد الخلفه ان شاء الله يعني تكبر ان شاء الله، وراه فيها نتوات، يعني غنحتفظ بالنتوات وغادي نسمن الذكور باش ممكن انني نبيعهم، لان عندي الذكور هنايا. اذا هذا هو الحلقه ديال هذا النهار، كنظن انكم استفدتوا من السلالات، حفظتوا السلالات بعجاله، تقريبا هما هادو السلالات اللي ممكن انكم تخدموا بهم، وحتى الا شفتوهم في السوق تعرفوهم، يعني ماشي تكونوا جاهلين، وما تحاولوش تخلطوا ما بين الكروازي والرومي، لان كاين واحد النوع ديال الكروازي كيشبه شي شويه لهذا المنظر هذا، ولكن بحال بالنسبه اللي ما كيتكررش هو هذا الكاليفورني وبابيون، هادو ما فيهمش الوان ولا كروازي ولا لا، هادو بجوجهم الا شفتوهم غير حاولوا تزعموا عليهم، لانهم تبارك الله كيصدقوا في التربيه. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.